فبسهولة. ده له علاقة باختيار مصر واحد من 6 دول من إجمالي 40 دولة يمكن عندهم النية ينضموا للبريكس، أو 23 دولة تقدموا بطلبات بالفعل، واحد من 6 دول في المرحلة الأولى للانضمام لدول البريكس؟ يعني بالطبع، اولا هناك اكثر من 43 دوله ابدت رغبتها في الانضمام للبريكس، 23 قدموا طلبات رسميه، منهم طبعا اختاروا 6 دول في المجموعه الاولى، مصر والسعوديه والامارات، ايران، اثيوبيا، الارجنتين. نعم. طبعا اختيار مصر له دلاله مهمه، طبعا يعني مهمه، طبعا مصر تمثل يعني اهميه جيوسياسيه، هي قلب الشرق الاوسط، هي بوابه افريقيا، هناك علاقات قوية حتى بين مصر ودول المجموعة، الصين يعني. نعم. علاقات قوية مهمة بين مصر والصين، بين مصر وروسيا والهند. والهند طبعا، يعني حجم التعاملات الاقتصادية، مصر هي الشريك التجاري الأول تقريبا لكل من روسيا والصين في أفريقيا، هي أيضا تمثل أهمية كبيرة، وبالتالي هي بقى يقود النقطة المهمة، ماذا ستقدم مصر لهذه المجموعة وماذا تستفيد مصر من هذه المجموعة؟ والسؤال أيضا يعني سؤال آخر مرتبط به، يعني كيف سينعكس هذا الانضمام على المواطن المصري، بمعنى على الداخل المصري؟ هذه النقطة المهمة، يعني ماذا يعني انضمام مصر لدول البريكس؟ طبعا لو جبنا على السؤال ده الأول فيما يتعلق بأن أنت النهاردة بتفتح شراكات، بتفتح أسواق جديدة، آفاق جديدة، ده طبعا ده بيتيح آفاق للسلع المصرية والمنتجات المصرية، الصادرات المصرية، أسواق الصين، روسيا، أسواق جنوب أفريقيا، البرازيل، فده بيساهم طبعا في دعم الاقتصاد المصري. طبعا جذب الاستثمارات الخارجيه، انت عندك مشروعات قوميه عملاقه في محور التنميه في العاصمه الاداريه في كل انحاء مصر، مصر بيئه واعده لجذب الاستثمارات، ده بيتيح جذب استثمارات صينيه روسيه من كل دول المجموعه، وده طبعا كله في نهايه المطاف بينعكس على ارتفاع التنميه، معدلات النمو، تقليل معدلات البطاله، وبالتالي ينعكس على المواطن المصري في نهايه المطاف. طب. بمعنى هنا العلاقه ما بين السياسه الخارجيه والسياسه والاقتصاد، او ما يسمى دبلوماسيه التنميه، انت بتفتح شراكات، لديك علاقات سياسيه قويه مع كل الدول المتميزه، لا تدخل في استقطابات، لا تعادي احدا، وبالتالي تستفيد من الكل وتعظم مصالحك مع الكل، سواء الجانب الغربي التقليدي، يعني مصر لديها علاقات طفره مع دول وسط اوروبا، دول فيشجراد، في ايضا في 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 وسط اسيا راينا ارمينيا، اذربيجان، في طبعا في 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 اسيا، في العلاقات التقليديه مع امريكا، كل هذا بيعني تنويع الشراكات الاقتصاديه، استفاده من كل ميزه نسبيه لكل تجربه تنمويه، سواء في راس المال، المشروعات الصغيره، التكنولوجيا المتقدمه فيما يتعلق بالهيدروجين الاخضر، وبالتالي في نهايه المطاف هذا التوسع وهذا الانضمام سيكون له اثار ايجابيه على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري، وهي النقطه المحوريه، لان الانضمام يعني سيقول ماذا سنستفيد؟ لا، سنستفيد كثيرا اقتصاديا، جذب استثمارات، تبادل تكنولوجيا، الصين والهند وروسيا دي دول متقدمه تكنولوجيا، مشروعات مختلفه، اضافه طبعا الى الاستفاده الاقتصاديه هناك الاستفاده السياسيه والاستراتيجيه. صحيح. لان انت بتدعم علاقتك مع الدول القويه في النظام الدولي، دول مؤثره لديها مقومات القوى الشامله، القوى العسكريه والقوى الاقتصاديه والقوى السياسيه، هذا بيعزز الدفاع عن القضيه العربيه، بيعزز مكانتك، بيحجم ويحد من انحرافات القوى العظمى الاخرى فيما يتعلق بسلوكها في النظام الدولي، في عسكره العلاقات، في اثاره التوترات، في التدخلات في شؤون الدول الاخرى، وبالتالي على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى الاقتصادي تمثل اهميه كبيره. ومن هنا يعني لماذا هذا الاهتمام الكبير وهذه ربما الفرحه كثيره لدى المصريين بالانضمام الى البريكس، لانه له فوائد اقتصاديه كما اشرنا، الان الاقتصاد هو الذي يقود السياسه، العلاقات تقوم على المصالح، وبالتالي هذه الدول ستقدم الكثير لمصر، بشرنا استثمارات، تكنولوجيا، فتح اسواق، المسمى فيها في النمو الاقتصادي، الدفع، التجربه التنمويه المصريه. شكل التعاون مش هيكون واخد سياق الدول الاكثر حظا او الدول الاكثر قدره ماديه او الاقوى اقتصادا والدول الاقل اقتصادا او اقتصادها نامي، التعاون سيكون مشترك بين كل الدول بشكل متبادل. طبعا التعاون مشترك بين كل الدول ويقوم على فكره يعني المنافع المتبادله، هذا هو المبدا يعني. وطبعا كل طرف سيستفيد من المنافع حسب قوته الاقتصاديه بالطبع يعني، وبالتالي هذا بيشكل ايضا تحدي للاقتصاد المصري، للصناعه المصريه، لان لديك اسواق جديده وهناك يعني تنفتح على خبرات تكنولوجيه. طب ماذا ستقدم مصر لهذه الدول؟ يبقى في المقابل كما ان مصر ستستفيد، ماذا ستقدم مصر؟ مصر بالطبع تمثل بيئه واعده لجذب الاستثمارات، لان الان العالم يبحث عن المناطق الامنه للاستثمار،